أنه الحب هو سلوك، سلوك تعامل، هو عشرة، هو مع الأيام. ممكن اللي أنا أعجبت فيه وقلت حبيته يجي في لحظة يتغير، إن كان أنا أعجبت لجسم أو شكل ممكن بيزول، هذه الأشياء بتروح، هذه الأشياء المؤقتة ما يبقى. بالعكس، هو الحب هو السلوك، هو العشرة هي هذه اللي حتبقى. أنا بالنسبة لي هو هذا الحب. صراحة أنا أتفق وياك أميمة بهالموضوع، لأني أتوقع الحب الحقيقي هو أن تحب الشخص بحسناته وبسيئاته، ومن أول لقاء ما تقدر تعرف كل هذه السيئات. الحب يحتاج إلى عشرة، إلى وقت حتى ينمو، حتى يتطور ويتبلور ويكون مثل ما هو نعرفه الحب الحقيقي. هل ممكن الإعجاب من أول نظرة والانجذاب اللي يصير عند التعارف يتحول إلى حب؟ ممكن، ودائما ممكن يصير هذا الشيء، ولكن ضروري انه نفهم ما نخلط بين المشاعر اللي تجينا لما نلتقي بشخص باول مره، واللي هي بالعاده برايي تكون اعجاب، انجذاب، ممكن نحب شخص نكون سامعين عنه كلام، ممكن نحبه لموقف، لشكل، ولكن الحب، الحب المتعارف عليه يجي مع الوقت. هذا رايي انا في الموضوع. صراحة أنا برأيي الحب مش بيجي مع الوقت، الحب هو بيجي بالأول وبعدين العشرة بتخلي إنه التفاهم إذا بدك يجي مع الوقت. أكيد، بس يجي من أول نظرة الحب؟ يعني أغلبيته أنا هيك برأيي. طب كيف تعرفين سيئات الشخص من أول نظرة؟ ما خص، أنت وقتها تتعرفي على الشخص أكثر وتصيري عارفة شو هن سيئاته، ساعتها يا بتضلك معه لهالشخص، يعني بتستمر وبيصير في زواج بعد الخطوبة، يا إنه لا بيصير في إنه ما في هذا التفاهم. طب وين راح الحب؟ هلا لا مش هيك، خلينا ما ناخذها هيك، بس خليني أخبركم شغلة قبل. البرنس هاري خبر بانترفيو لإله على البي بي سي انه اول مره شاف فيها ميغان اللي هي هلا صارت زوجته، عرف انه هي الشخص اللي له، وعرف انه هي نصفه الثاني. تخيلوا من اول مره شافها. وعلى فكره في كثير دراسات بتبرهن هذا الشيء، انه انه في كثير ناس بينغرموا من النظرة الأولى، وأنا صراحة مع هيدي النظرية. أميمة، كان عندك تعليق تريدين تقولي؟ أميمة؟ طبعا أكيد، لأنه أنت بتقولي الحب من أول نظرة ممكن يصير، بس ترى في كثير ناس حبت وغرمت من أول نظرة وصار في انجذاب قوي، لكن بعد الزواج ما كملوا سنة أو سنتين إلا وانفصلوا وطلقوا وكرهوا، يعني بعلاقات جدا سيئة. فما بعرف كيف هذا تحليله هنا. الموضوع اللي قاعدين احنا نتكلم عليه وما اي ثينك الى ابعاد طويله يعني، وهوايه بي اراء، بس مهم جدا احنا انه خصوصا الشباب انه يميزون ويفرقون ما بين مشاعر الانجذاب والاعجاب اللي تصير عند اول لقاء وما بين الحب من اول نظره. احيانا الخلط او ما بين هذه المشاعر ممكن بالمستقبل يسوي مشاكل مثل اللي انت تكلمتي عليها.